عشر السادة الأعزاء، إذا أردنا الصلاح والإصلاح، وإذا أردنا السعادة وأردنا الرقي والحضارة، فلنعتني بهذه الأشياء الأربعة: الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام. هذه الأربعة تدور حولها مصادر الرقي. أما عن الأسرة فقد اهتزت أركانها وتحطمت جنباتها، ولقد جلست أستمع بإنصاف وخشوع إلى طالب جاء يشكو ما حدث لأبيه بسبب أخيه. أخوه طالب في إحدى كليات الجامعة، دخل على أبيه المتوسط الحال وقال له: يا أبت، أريد أن أتزوج فلانة زميلتي. فقال له أبوه البائس الذي يسعى على سبعة أولاد: ومن أين آتي بالمال الذي أزوجك به وأنا أسعى على إخوتي؟ ثم لم تعلم يا بني أن للزواج تكاليف وتكاليف؟ أولم تعلم أنك إذا رأيت الزوجة وحصلت عليها فإنك لا تحصل على خلو رجل في مسكن؟ وإذا حصلت على خلو الرجل فمن أين تأتي بتكاليف الجهاد إلى آخر هذه السلسلة التي يمسك بطرفها الأول آدم أبو البشر، وبطرفها الثاني إسرافيل نافخ الصور؟ فقال الطالب الجامعي: ولكني مصمم على هذا. قال له: ولما؟ قال الطالب لأبيه: لأكفر عن خطيئة وقعت فيها. وما هي؟ إنه زنى بها وصد غشاء بقارتها، ولا بد أن يتزوج، وليس هناك مال يتزوج به. وسمع الوالد هذا الكلام فنام من شدة الإحياء، فلما استيقظ قبل المغرب بقليل وجد نصفه الأسفل لا يتحرك. أصيب بالشلل، أصيب الوالد بالشلل بسبب ابنه. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن هذه المفاسد؟ من المسؤول عن الاختلاط في الجامعات؟ من المسؤول عن عري النساء؟ من المسؤول عن فتح الخمارات؟ من المسؤول عن شارع الأفراح؟ من المسؤول عن اللهو واللعب؟ والله انا ما زلت اذكر هذا المشهد الذي قرأته في مجلة الدعوة الاسلامية، وقفت امامه مرفوع الرأس محييا ومباركا ومفاخرا. وقفت مشرئبا العنق امام فتاة من محافظة الشرقية عرفت ربها، فلما عرفت ربها تمرغت الدنيا تحت رجليها فلم تعبأ بها. هذه الفتاة تخرجت في احدى الكليات الاسلامية، ولما تخرجت وابوها عرف رأى وغنى، كلما تقدم لها من يطلب يدها اشترطت عليه شرطا واحدا. اتدرون ما هذا الشرط؟ ان تدخل على حصير ووسادة خشوها لون، قطعة من الحصير ووسادة مخدة محشوة بلوف النخيل. ورفضت ازواجا
وخاصدين لها لانهم يريدون ان يجهزوا غرفات وغرفات الى ان قبلها احد الشباب الذي يعرف الله ودخل بها. ولما جلس على الحصيرة سألها هذا السؤال ليلة الزفاف: لماذا اشترطت هذا الشرط يا اختا؟ فقالت له: لانني لست افضل من فاطمة بنت رسول الله وانت لست افضل من علي بن ابي طالب. هكذا نامت فاطمة وهكذا نام علي. من عرف الله هانت عليه الدنيا. من عرف الله هانت عليه الدنيا واصبحت لا تساوي الدنيا عنده شيئا. ولذلك ايها السادة، لما قالت بنت شعيب لأبيها عن موسى: يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، اختارت الرجل قوة وامانة، لم تغتر فيه ان يكون احد الخنافس او الهيابس، ولم تغتر فيه ان يضع في وجهه الالوان وفي صدره السلسلة، لم تغتر فيه كعبا عاليا، ولم تغتر فيه زينة الدنيا، انما اختارت فيه قوة وامانة، حتى عجب ابوها شعيب وقال لها: ابنتا، كيف حكمت له بالقوة والامانة؟ اسمعوا يا سادة. قالت له: اما القوة فلانه حمل صخرا ثقيلا عندما اراد ان يسقي لنا الاغنام، حمل صخرا عن البئر لا يقوى على حمله عشرات الرجال. واما امانته فانني عندما اردت ان اسير امامه لاريه دارنا قال لي غاضبا: يا اختاه لا تسيري امامي وانما سيري ورائي، فانك لو سرت امامي قد يعبث الهواء بثوبك فارى منك ما حرم الله، سيري ورائي، فإذا رأيتني مللت الطريقة فلا تتكلمي حتى لا أسمع صوتك، إن مرمي أمامي بحصى من الحصى حتى أعرف أين دارك. لا كلام ولا مثل، لا كلام ولا مثل. مجتمع نظيف كريم لا اختلاط فيه ولا عبث. اما الان فحفلات الثمر في الجامعات، حفلات الثمر والفرق الراقصة، حفلات الثمر والفرق الراقصة، واشهد الله من هذا المكان الطاهر انني بت ليلة امس مؤرقا بسبب ذلك. جاءني شاب وقال: ارجو ان تسمع هذا الشريط الموسيقي فان فيه امرا يطعن فيك. وقلت اقضي مع الشريط ساعة، فانا لا اتكلم عن شيء الا اذا سمعته باذني. ان كان الله تعالى قد استرد مني موهبة البصر فانني دائما اقول: الحمد لله الذي انعم علي بنعمة العمى حتى لا ارى ما يغضب الله. واخذت انصت الى الشريط وسانقل لكم ما سمعته بامامي، والله على ما اقول وكيل. الشريط تصدره شركة من شركات توزيع الشرايط
تسمى فوضى الغربية لأنها في محافظة الغرب. صاحب الكلمات منشد، ينشد في الموارد والمجتمعات إياه. لم يجد شيئا يغني به إلا قصة زواج المصطفى بعائشة. فماذا قال؟ ماذا قال؟ اسمعوا ماذا وأنا هنا لا أناشد المسؤولين، فالمسؤولون لا يهتمون بمثل هذه الأشياء، إنما أناشدكم أن تكونوا على حق. اسمعوا ماذا قال عن قصة زواج الرسول بعائشة أم المؤمنين. واعلموا ان عائشة اطهر من السحابة في سمائها وانصع من ماء الغمام. الاب الامر الكاثوليكي اللبناني عقد مؤتمرا في برلين سنة 1908، حمل في المؤتمر على السيدة عائشة حملة شعواء حتى بلغ من وقاحته ومن بذاءته انه سمى عائشة بالجاسوسة الحسناء في بيت محمد. وزعيم الحزب الشيوعي السوداني وقف في مجلس الشعب السوداني يقول لو كنت زوجا لعائشة لأطلقت عليها النار. عائشة التي قال عنها الرسول والله ما نزل الوحي علي في فراش امرأة الا في فراش عائشة. اسمعوا ماذا قال منشدنا على شريط الكاتب. قال ان جبريل، انا اترجم الكلام من العامية الرديئة الى فصحى لكن الالفاظ هي هي، الذي سيختلف هو الاعراب. ان انصت هو لا يعرف الا النص، ان ترفع سيرفع. جبريل نزل على رسول الله بتفاحه، وعلى التفاحه صوره بنت اموره. فنظر الرسول الى الصوره وقال له من هذه البنت الاموره يا جبريل؟ قال انها بنت صاحبك وحبيبك بنت ابو بكر، والله يقول لك اخطبها لنفسك. دخل ابو بكر على رسول الله فقال له الرسول يا ابا بكر ان لي عندك شيئا، ان تزوجني ابنتك عائشة. فقال له ابو بكر الصديق يا رسول الله بعيشة خيرة يا خير الورى يا بضحكة منورة يا اللي ريقك سكرة عيني عيني على العشرين حرارة مظلومين. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إنما سيأتي أمر عيشة خيرة يا خير الورى يا بضحكة منورة على وزن مصمر السلطة. وذهب الرسول الى بيت كما ذهب ابو بكر الى بيت، قال لها يا عائشة املئي طبقا تمرا واذهبي به الى رسول الله. يقولها على لغمات الموسيقى وانا استغفر الله فوالله ما سكت الا لاعلم واستخرج السموم من افواه الافاعي. ابن الطبق بالرطب وملأ الطبق واخذ جارية معها لتعرض التمر على رسول الله او الرطب، ولم يعلمها ان الرسول سيراها ليخطبها، انما ارسلها هكذا حتى يراها الرسول ويملأ العين من وجهها وجماله. ودخلت عائشة
على الرسول لصدقت قبل. ونظر الرسول اليها لكنه لم يتمكن من رؤيتها تمكنا قبل. وهمت عائشة بالانصراف فامسك الرسول بكمها، هكذا قال المفتري، وجذبها. فقالت له عائشة بتعمل كده ليه؟ ليه نضيع عمرنا حبر الخصام واحنا بنقدر نخلق الدنيا الجميلة؟ الشريط موجود. هذا لسوا أدري ماذا بقي من الإسلام. أنطعن في بيت النبوة، أنطعن في بيت الرسالة. ولو علم هذا الجاهل المجهال الجهول الجهال الجهل شيئا واحدا سأسأله، كم كانت سن الرسول عندما تزوج عائشة؟ هذا الصحيح. هذا الكلام كلام لا يليق الا بشاب حدث السن، ولا يليق ان يقول هذا الكلام الا رقيق او صفيق او خليع او مايع. اسالك يا سيادة المنشد، كم كان سن الرسول عندما دخل بعائشة وتزوج؟ هل كان عنده 20 عاما؟ 30؟ 40؟ 50؟ كان عنده من العمر 55 عاما. وكان هو النبي، وكان هو النبي، كان هو النبي، وما زال هو النبي، وسيظل هو النبي في عصمته وفي طهره. ألا تعلم أيها الإنسان المفتري أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن حوله ذات يوم يطلبن منه زينة الحياة الدنيا؟ تعال تعال يا أبو، يا من تريد أن تسمع من بيت النبوة قيسا وليلا، تعال أحرس الله لسانك وصد الله فاك انت ومن سمح لك بتوزيع هذه المسجلات. جلست نساء رسول الله حوله ذات يوم، وجلس الرسول بينهن حزينا، ودخل ابو بكر وعمر بعدما استأذنا، وسأل ابو بكر ماذا يردن منك يا رسول الله؟ فقال له الرسول والاسى ظاهر على وجهه انهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. فقام ابو بكر ليضرب عائشة، فاختبأت عائشة بنته مستنجدة برسول الله من ابيها، وقام عمر ليضرب حفصة فلوى عنقها. وعندئذ ماذا كنا يردن من رسول الله؟ تعال الى بيت النبوة لتعرف من هو النبي وما هو بيت النبي. يطلبن منه الحرير ويطلبن منه الذهب. لو كان النبي ملكا من ملوك الارض لاحضر لهن ما يريدن ما يريدن. لو كان رئيسا او حاكما او غنيا لاحضر لهن الحرير والذهب. اما كان رسول الله ماذا كان رده؟ ماذا فعل؟ هل احضر حريرا؟ هل احضر ذهبا؟ اعتزلهن شهرا كاملا في غرفة صغيرة ينام فيها وحده ويأكل فيها وحده. اعتزلهن حتى نزل الامين جبريل بآيات التخيير. اتدرون ما آيات التخيير؟ صلوا على البشير النذير. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. ان كنتن تردن الدنيا وزينة الدنيا ف
فتعالوا لأوقع التسريح عليكم، والتسريح هو الصلاة. تعالوا وطلقن، تعالينا وطلقكن، لأن هذا البيت ليس بيت الحرير والذهب، لأنه بيت جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة، والوحي ينزل سلسلة من سلسلة، واللوح والقلم البديع الرواه. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من قبل الهدى غراه. لو ان انسانا تخير ملة ما اختار الا دينك الفقراء. المصلحون اصابع جمعت يدا، هي انت بل انت اليد البيضاء. فاذا سخرت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الانواع. واذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. واذا رحمت فانت ام اواب، هذان في الدنيا هما الرحماء. واذا خطفت فللمنازل همسة تعر النذية وللقلوب بكاء. واذا غضبت فانما هي رغبة للحق لا ذغن ولا شحناء. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. ماذا كان في بيت النبوة؟ لم يكن في بيت النبوة سرر مرفوع، ولا اقلام موضوع، ولا نمارق مصفوفة، ولا سرابي مصفوفة. ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فانتن طوالق طالقات. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة، فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. ونزل الرسول بايات التخيير، وحسب بيت عائشة وعرض عليها الايات البينات، وقال لها استاذني ابويك في هذا يا عائشة. استاذني، هل يريدون الحياة الدنيا وزينتها ام يريدون الله ورسوله؟ فبكت عائشة العاقلة التي روت على الرسول 2300 حديث شريف. 2300 حديث، وكانت تفتي المسلمين في حياة الرسول وبعد وفاة الرسول. عائشة الناسكة العابدة الحصان الطاهرة الصديقة بنت الصديق. سئل الحبيب محمد اي النساء واي الرجال احب اليك؟ قال عائشة وابوها. قالت استشير اهلي بالله ورسوله يا رسول الله، لقد اخترت الله ورسوله. تعال يا مفتري لتسمع ماذا كان طعام عائشة ورسول الله، ماذا كان طعامهما وشرابهما. سئلت عائشة، سألها عروة بن الزبير ابن اختها اسماء، وقال لها يا خالة ماذا كان طعامك مع رسول الله؟ فقالت له يا ابن اختي لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة بشهرين، ولم توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يطبخ عليها. شهران كاملان لا يذوقان طبيخا. قال عروة فعلى اي شيء كنتما تعيشان؟ قالت له يا ابن اختي كنا نعيش على الماء والطمر. ماء زائد تمر يساوي طعام رسول الله وامهات المؤمنين. ماء وتمر، هذا هو بيت النبوة. يا منشد الغربية اتق الله وجدد ايمانك، فلو مت على هذه الحال ما قبل الله منك شيئا وما قبل منك عملا. اتق الله.
بيت رسول الله في اعلى عليين، اصغر بيت عرفه العالم، اعظم بيت عرفه العالم، انه بيت جبريل وبيت ميكائيل واسرافيل. ايها الاخوة الاعزاء، هكذا تسير الامور جهة الشمال، هكذا تسير الامور. وانا لا احب ان اطيل على حضراتكم اكثر من هذا، فانني اعلم ان لكم اخوات الان يستشهدون في افغانستان. اسال الله لهم النصر والتوفيق. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سدد خطانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. ايها الاخوة الاعزاء، واكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودواء